لمزيد من المتابعة حول هذا الخبر ينضم وتنضم إلينا هاتفيا من تونس السيدة فاطمة المزدي عضو البرلمان التونسي السابقة. سيدة فاطمة مساء الخير وأهلا بك في هذه الحلقة، وبداية نعزي الشعب التونسي في هذا الشهيد وأيضا في ضحايا هذه العملية الإرهابية. دلالة هذه العملية وهل ترين أنه تم اختيار هذا التوقيت بعناية بعد أيام قليلة من تولي أو نجاح الحكومة في الحصول على ثقة مجلس النواب؟ مساء الخير. بالنسبة للعملية اليوم، العملية الإرهابية هي جاءت في بعد توقيت الكثير يتردد كل بعد وجود الحكومة الجديدة. أنا أعتقد أن التوقيت التي تمت فيه العملية هو توقيت فتروس، لأن غدا هو الذكرى السابعة لملحمة بن جردان أين انتصر الأمن التونسي على مخطط داعش في تكوين إمارة في بن جردان، وهذا توقيت بالذات هو رسالة من داعش. وأعتقد أن الذي تم استهدافه اليوم هو دورية أمنية وليست السفارة الأمريكية. نعم. دورية أمنية تمام بالقرب من السفارة، لكن المستهدف هي الدورية. وأعتقد أن اليوم التوقيت جاء بعد دعوات التكفير الموجوده في مجلس النواب. وهذا كان سؤالي، كانت هناك منذ يومين دعوات تكفير من داخل، يعني صدرت على لسان احد اعضاء مجلس نواب الشعب في تونس ضد ايضا نائبه في داخل البرلمان التونسي. هل ترى ان البيئه السياسيه ربما في تونس خصبه فيما يتعلق، لا اقول لدعم الارهاب، لكن السماح لهذه الافكار بان تتوغل داخل المجتمع التونسي المعروف انه مجتمع منفتح، مجتمع مثقف، ربما يبدي صعوبة أو يبدي يعني ضغط كبير على هذه الأفكار الإرهابية، لكن يبدو أن هناك بعض الأصوات سواء داخل البرلمان أو خارجه تسمح بدخول هذه الأصوات داخل المجتمع التونسي، هل توافقين؟ أولاً أن اللعبة الديمقراطية في تونس استغلها البعض لصعود بعض الأصوات التي أنا أعتبرها عار على الشعب التونسي. يعني كان القانون الانتخابي لو تم تغييره واستعمال معناها بعض الشروط، كمثلا شروط الترشح للبرلمانيه، لو استغلينا الشروط كانت مشكله وكانت مثلا نقول ان لا وجود لاي تكفير في القدر على الترشح او اي مشتبه به او غيره، لو كنا نفسنا على هذه الشروط في القانون الانتخابي لما رأينا الان في تونس. لكن هذا حافل نتاع الخطابات المحرضه وهل شخصيات اللي تم صعودها توا هي دليل لكون التيار ممنهج لضرب الديمقراطيه في تونس ولضرب اصلا مؤسسه الدوله ولدعم التيار الديني المتشدد الذي بدأت تفقد شعبيتها. قاعدة كان في تونس ويستعمل الديمقراطية. طيب. سيدة فاطمة، يعني حركة النهضة التي رئيس حركة النهضة طبعا هو رئيس البرلمان التونسي ومجلس نواب الشعب في تونس، وبشكل أو بآخر يدعم الحكومة الحالية، هو موجود في الساحة السياسية في تونس. قبل وفاة الرئيس السابق التونسي طبعا السابق، كان هناك حديث حول أن حركة النهضة متورطة في عمليات اغتيال سياسية داخل تونس. هل ترين أنه بعد هذه الحادثة يمكن أن يتم فتح الباب مرة أخرى أمام هذه القضية، سواء أمام القضاء أو حتى أمام الحياة السياسية أو أمام عموم المواطنين في تونس، لتبرز ما خفي من خلف هذه الحركة، حركة النهضة الإخوانية؟ طبعا أكبر عار على تونس أن يتم انتخاب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، وهذا معناها أكبر ضريبة ستكون لتونس، ضريبة دعم الإرهاب الكبير على وجود أكبر سلطة في تونس. فلا أعتقد أنه إذا كان المجلس الذي كانت فيه أغلبية مريحة للديمقراطيين ولم يستطع أن يفتح الملفات الإرهابية لأن القضاء هو تحت سيطرة الإخوان، لا أعتقد أن بالتيارات هذوما وبرئيس مجلس اللي هو إخواني والذي هو سبب في اختلاف سياسية في جنات سرية في برشا والعديد من العمليات الإرهابية أن يتم الفتح.
نحن الآن نقاوم، نحن الآن العائلة الوطنية الديمقراطية هي الآن في حالة مقاومة، وسنقاوم ولن نرضخ لهذا التيار حتى وكان كلفنا حل مجلس النواب. والمؤسسات المجتمعية والمدنية في تونس يبدو أنها رافضة لكل هذه الأفكار الإرهابية والأفكار المتطرفة التي تتبناها طبعا حركة النهضة وبعض الأحزاب السياسية التي ربما لها خلفية دينية أو خلفية إسلامية. على أي حال السيدة فاطمة المزدي عضو البرلمان التونسي السابقة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من تونس العاصمة.